من المناطق الداخلية إلى ضفاف الشواطئ الغابية، يتخذون من المساحات المفتوحة فضاءً لنصب مخيماتهم. هم هوة التخييم العشوائي هنا بشواطئ شرشال غرب مدينة تيبازا. يخيم العشرات من المواطنين يقضون عطلهم في تقليد لحياة الخلاء التي تمتزج فيها روح المغامرة بنفس السياحة. احنا جينا من بليدا جروب، رانا هنا مكومبيين، فهمت؟ عندنا 10 ايام، انا اصحاب وكذا نطيبوه هنا في الخلاء باتوا، وخيرنا هذه بلاصه خاش فيها الغابه والبحر والامان، فهمت؟ ما كاش لاغريسيون، ما كان والو، بصح كاين شويه نقائص، كاين نقائص، الماء ما كاش نقى، وفي اللي كان ريسك تبات برا، فهمت؟ ولا نجوزوا فيها في اجواء صيفيه شابه. لا يملكون رخصا لاقامه هذه المخيمات، لكن الرغبة تحدوهم في قضاء موسم الاصطياف على مساحات طبيعية بشكل حر، ما جعلهم يلجأون إلى تحدي بعض الأخطار المحيطة بهم، إذ يجهزون لمخيماتهم مختلف الوسائل والإمكانات. احنا رانا كما كتشوفوا فينا، رانا جروب هنايا، جينا كومبي وهنا كومبينغ سوفاج، نحبوا الغابة، نحبوا الآخر، نحبوا نكونوا ليبر. نقدروا نروحوا لبلاصه واحده اخرى بار اكزومبل لي كومبلكس، كاين نخلصوا دراهمنا ونجوزوا بالبنيان، واش حنا نحبوا هكذا كومبينغ سوفاج، نكونوا ليبر نديروا واش نحبوا، نعيشوا كما تبان لنا نديروا، مالغري فيها لي ريس، فيها لاغريسيون في الليل، وفيها بصح حنا نجو المهم ليسونسيال، نجوزوا بيان، نجوزوا كيما نحبوا، والحمد لله يا ربي عندنا بزاف، وحنا نجو ما صراوناش لي بروبليم. الانتشار الواسع للتخييم العشوائي لا يمر من دون ترك أضرار كبيرة بالبيئة، فبين قطع بلاستيكية من هنا ومعلبات حديدية من هناك، يتحول المكان رأسا على عقب لمزبلة مفتوحة وضارة بالبيئة وبالإنسان. في كثير من الدول تخصص مساحات غابية أو قريبة من البحر للتخييم الحر، لكن في الجزائر لا تسعى السلطات إلى تنظيم هذا النشاط أو تأطيره، ما يشكل مصدر إزعاج لبعض المصطافين.